أنا مع حضرتك الآن أختنا الغالية سمر بفقرة عاملها، هي عبارة عن فيديو متابعة مباشرة، تمام؟ رح أحكي مع حضرتك 5 دقائق، لو تعطيني من وقتك ال5 دقائق بمكان هادئ، لأنه رح أقدم لك بعض النصائح إن شاء الله تعالى حتى يصير عندك حقيقة نمو ونجاح بإذن الله. إيه والله يا ريت. ولكن انت عم تجيبي الورقه والقلم، اسمعيني لانه بدي بلش احكي ان شاء الله. طيب ست سمر، بدايه حضرتك قديش صار لك من ضمن الدي اكس ان؟ رائع، كم عدد نقاطك؟ ممتاز، ماشي ماشي صحيح، الحمد لله رب العالمين، لانه فعليا 1800، يعني تقريبا انت تقريبا قطعتي نص الشوط للستار ايجنت. فعليا يعني بتامل من الله عز وجل انك تكوني بالشهر الثالث او الرابع، يعني من انضمامك للشركه تكوني برتبه الستار ايجنت. لكن هون حلو، لكن هون انا بدي اقدم لحضرتك نصيحه بغايه الاهميه لهي الرتبه. بدي اقول لك شيء، انا بزماني كنت بالبدايات وقت وصلت رتبه ستار ايجنت كان تقريبا عمري بالدي اكس ان 3 شهور ونص. فوصلت رتبه الستار ايجنت وقعدت عم طلع عم بصفن عم بقول انا هلا وصلت رتبه ستار ايجنت، بس انا ما احرزت، انا ما احرزت تقدم على مستوى البونص، تقدم عالي ما في، يعني ارباح بسيطه لسه. فخلصت لامر استخلصته ورحت مسجل صوت على جروب اسمه تدريب دي اكس ان، تمام؟ هذا جروب هو عام اساسا لمعظم اعضاء الدي اكس ان، يعني المشاهير تقريبا. فانا شو قلت لهم؟ فت على الجروب قلت لهم مرحبا السلام عليكم ورحمه الله، بدي اسالكم سؤال، بتصوركم شو اول رتبه قياديه في الدي اكس ان؟ وتركت الاعضاء تجاوب، وتقريبا تركت الموضوع شي ساعتين وانا قاعد عم بنتظر المزيد من الاجوبه. معظم الاجوبه بصراحه للامانه كانت الستار ايجنت، تمام؟ انه اول رتبه قياديه بالدي اكس ان هي الستار ايجنت، يعني نجم وكيل. فانا هون فتت بتسجيل صوتي اذكر بعد ساعات لاجل اني اخذت انا كفايه من الاجوبه، فقلت لهم ليست الستار ايجنت، اول رتبه قياديه بالدي اكس ام مو الستار ايجنت. وما جاوبت، انهارة ما جاوبت، يعني بس حكيت هيك وبلشوا ايضا يجاوبوني، لا ما بصير الستار ايجنت، الشركه صراحه اعلنتها انه هي اول رتبه لقائد بالشركه وكذا 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 وكذا، وبلشت النقاشات، رديت فتت بتسجيل صوتي اخر، قلت له لا، أول رتبة قيادية بين قوسين حقيقية بتكون هي النجم الياقوتي، يعني أول رتبة بعد الستار ايجنت. طب ليش؟ قلت له أنا عندي المبرر، رتبة الستار ايجنت بإمكاني أنا هلأ فوت لأي وكالة حول العالم واشتري 4500 نقطة، أنا حدا معي مصاري يا أخي، فتت اشتريت ب 4500 نقطة بصير نجم وكيل، أليس كذلك؟ ولكن إذا أنا ما كنت قائد لا يمكنني إقناع 3 أشخاص أنهم يصيروا ستار إيجنت. لاحظتي؟ إذا أنا ما كنت قائد حقيقي لا يمكنني إقناع 3 أشخاص أنهم يصيروا ستار إيجنت، لأنه أنت بحاجة لتصيري نجم ياقوتي، يعني ستار روبي، بحاجة أنك أنت تقنعي الآخرين أنه هن يعملوا إنجازات. فهلا انا هاي القصه بستشهد فيها او هالحق، يعني هالشيء اللي مريت فيه بقول لك انا الان، حضرتك بدك تنجحي لازم يكون في فريق نجاح بالنقاط وبالمشتريات، او مثلا بانه المشتريات للاخرين او البيع هذا اوكي، ولكن المفروض يكون في فريق. طيب الان رح اقدم لك نصائح لحضرتك سريعه حتى تكوني فريق ان شاء الله تعالى ناجح بطريقه مدروسه وانا مشيت عليها. بداية بدنا نعمل هدف. شو بدنا نعمل هدف؟ لازم ما تغمضي عيونك كل يوم يوميا، ما تغمض لك عين الا عندك على السيستم شخص واحد كحد ادنى مسجل، هذا الحد الادنى. طيب الان بده يجي حدا يقول لي طب انا كيف بدي اسجل شخص كل يوم؟ بقول انا في عنا ادوات، انا قبل ما احكي مع حضرتك عملت عده متابعات لعده اشخاص، وهلا رح ان شاء الله تعالى جدد الشيء اللي قلته ايضا بادوات جديده. لاحظي سيدتي، في اداه قويه جدا 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 وكل مسوق بالنتورك ماركتينج محترف بيعرفها واتبعها ومشي عليها، واعظم مسوقين موجودين اليوم اللي عم يحققوا شهريا، سيده سمر، عم يحققوا شهريا ملايين الدولارات، هن اتبعوا النموذج هذا اللي انا هلا حاحكي عنه. النموذج اسمه قائمة الاتصالات. شو اسمه؟ قائمة الاتصالات. قائمة الاتصالات شلون بتصير؟
قائمة الاتصالات بتجيبي ورقة A4 كبيرة وبتقسميها ثلاث أقسام. القسم الأول بتكتبي عليه العلاقات الحارة، القسم اللي بالمنتصف بتكتبي عليه العلاقات الدافئة، القسم اللي بالأخير بتكتبي عليه العلاقات الفاترة. الآن بتجي لجوالك، اليوم كل البشرية مع جوالات، بتجي لجوالك وبتعدي بتعملي لنفسك قعدة مطولة جدا جدا قد تستغرق معك ساعات، وبتبلشي بتحطي بالقائمة، بتبلشي من القائمة الحارة، بتحطي المعارف يلي بينك وبينهم ود، يلي بينك وبينهم علاقات مستمرة، يلي بينك وبينهم لقاءات مستمرة، يلي بينك وبينهم إلى الآن علاقات وطيدة متماسكة بيثقوا فيك جدا جدا جدا. بتبلشي بتكتبي أسماءهم من قائمة اتصالاتك من الهاتف، تكتبيهم وين؟ بقائمة اتصالات الحارة على اليمين، بتكون رقم نمبر 1. هاي القائمة المفروض توصل 100، توصل 200 شخص، توصل 500. أنا إذا بتجي لألي نادر عثمان عندي أكثر من 1000 حارين هدول، تمام؟ منهم تجار في دمشق، منهم معارف حول العالم، منهم كتير. هدول بنحطوا ومنبلش نحن منتواصل مع هدول الأشخاص بشكل منظم. ما حنتواصل مع هدول الأشخاص بساعة أو ساعتين أو نهار أو نهارين، لا أبداً. لح تكون هي القائمة أحدى الأدوات اللي حاشتغل عليها بشكل يومي، مترافقة مع الأدوات اللي هلأ حأجيكي عليها. اتفقنا؟ إذن قد يجوز أنا مثلاً حط لنفسي هدف كل يوم أحكي مع واحد أو اثنين من هالقائمة، حيكون علي الأمر بسيط، بسيط الأمر. مثلاً لح نضرب أمثلة عملية. أنا بأول القائمة عندي سيدة مثلاً اسمها غادة. غادة هي زميلة بالعمل، كتير بتثق فيني، سبق واستلفت منها واستلفت مني، سبق وتعرضنا لمحن سوية بالعمل، سبق وثقت فيني كتير، وا 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 وا. تمام؟ أنا كل يوم مثل ما اتفقنا عندي هدف أحكي مع حدا واحد أو اثنين من القائمة. إذا غادة من هالواحد أو الاثنين، برفع سماعة، كيفك يا غادة؟ ست غادة أنا جايك إن شاء الله تعالى بمشروع، أنا دخلت على هذا المشروع وإن شاء الله تعالى شايف إنه حضرتك لازم تكوني معي لأني أنا فعلا مهتم فيك وبعرف إنك أنت بتثقي بالشيء اللي أنا حقلك إياه. بتقلي تفضل، بشرح له فكرة العمل، بشرح له فكرة المنتج. غادة من المتوقع أن تنضم معك بنسبة 90%، بنسبة 90% لأنه ثقتها فيك كبيرة. تمام؟ طيب الآن أنا أحد الأدوات اللي عم بشتغل عليها إذن القائمة إلى الآن شو؟ الحارة. بالإضافة، لأني عندي أدوات أخرى، شو مبلش بعمل أنا؟ مبلش مساوي لنفسي سوشيال ميديا، فيسبوك، تليجرام، إنستغرام، تيك توك، أي شيء بالسوشيال ميديا عملي حساب عليه، وبلشي بشكل يومي كمان عملي دوام على النشر. كل يوم لازم يكون عندك منشور أو اثنين على هاي الوسائل تدعي فيها شو؟ للعمل معك. مرة بتحطي رابط تواصل مباشر، مرة بتحطي رابط مجموعة عم تعبيها لأنك حتشرحي عليها، مرة بتحطي الرابط أساسا اللي عملنا لفريقنا اللي هو في فكرة العمل اللي هو اللي خاص بحضراتكم أكيد وعم تستقطبوا من خلاله. مرة أيضا بتحطي منشورات تحفيزية، مرة بتحطي، لازم بشكل يومي يكون عندك منشور على كل وسيلة تواصل اجتماعي بشكل يومي. الحالة مهمة جدا جدا بشكل يومي. أولا تفتحي عيونك، تحطي فنجان قهوة، تحطي الحالة تبعك، حطي حطي حالة، نعم 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 ست سمر، حطي حالة لسيدة عم تقبض بونص أرباحها واكتبي بنهاية الحالة للانضمام تواصلوا معي، حطي حالة لرجل عم يشتري سيارة وفي عنا ما شاء الله مين اشترى سيارات بالدي اكس ان، حطي حالة لناجحين. وبعدين كمان بلشي انت اشتغلي على محتوى لنفسك يا أعضاء دي اكس ان. الآن في مين عم يتابعني عبر الفيديو؟ اشتغلوا على محتوى لأنفسكم. أوكي بالبدايات كتير عنا محتوى نعتمد عليه، بس ما منضلنا طول حياتنا معتمدين على باقي المحتويات، لأنه آخر الشيء ما حيكون لنا شخصية اعتبارية بالدي اكس ان، ولا حيكون إن ولا حيكون اسمنا الأستاذ نادر أو الأستاذة سمر ونكون ناجحين واللي الناس اللي الناس متمنية تنضم معنا وتسمع كلماتنا هاي وكتير أمور أخرى. تمام؟ إذن نحن ماشيين بخطة عم نترافق سوية مع عدة أدوات. الأداة الأولى مرافقة لنا شو هي؟ قائمة الاتصالات يوميا، واحد أو اثنين من قائمة الاتصالات تبعنا. رقم اثنين عنا السوشيال ميديا ما بيهدأ أبدا، كل يوم في عليه منشور أو منشورين، لازم أنا آخر النهار سكر النهار تبعي وسكر دكانتي عندي أقل شيء مسجل واحد على السيستم. تمام؟ طيب هلأ بعد هيك هالأدوات هي اللي استخدمتها أنا
وما ننسى ابدا العلاقات اللي فيها صدف كتير بتكون رائعه، في علاقات كتير بتكون وديه. مره بالسيارين بنعمل علاقه مع عائله باكملها، ضيفناهم وضيفونا وكذا وصرنا احباب، يلا على الاستقطاب. مره قاعدين بعياده وجنب مني شخص والله حبني وحبيته وفتحنا قلوبنا لبعض ما بلش يشكي لي همه، يلا على الدي اكس ان. مره بالصدفه احنا عاملين مؤتمر اجتمعت بعائله موجوده جايه والله من اوروبا، يلا على الدي اكس ان. لا ننسى ابدا المصادفات والاستثمار فيها مهم جدا جدا. واذا انا لو انه هذا الفيديو ما حطوله اكثر من هيك، الان بلغ اكثر من 10 دقائق، لو انه ما حطوله حاحكي لك عن مصادفات لان اليوم بفريق قاده صاروا، لحكي لك على مصادفات اخرى ببعض الفرق الاخرى صاروا ايضا قاده وهي مصادفه، ومنهم بذكر على السريع الدكتور راني بفريق استاذ ابو صهيب، اكبر مصادفه واحلى مصادفه للاستاذ ابو صهيب انه هي كانت المخبريه يلي عم تحلل يمكن لبنته وقام استقطبها، والان هي برتبه النجم الماسي التنفيذي. تمام. طيب النجم الماسي والله مو التنفيذي صحيح، على كل لكن من الناجحات ونحن بنوجه لها تحيه. بدي اقول لحضرتك الان احنا مع هاي الادوات، مع هاي الادوات بدنا الاستمرار. لا يجوز ابدا العمل والنجاح او 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 العمل واراده النجاح، انه يكون عندي اراده على النجاح وانا ما عندي استمرار. الاستمراريه بشكل يومي. بتعرفي في مثل شعبي انا بحبه، بتعرف شو بيقول لي؟ قال بيسألوه للبسمار بيقول لهم شو فوتك بالحيط؟ شو في هالمثل ما احلاه؟ بيقول بيسأل البسمار شو الجواب؟ شفتي؟ ست سمر، جيبي صخرة وحطي حنفية من الماء، حنفية ماء سوري فوقها، وافتحي حنفية الماء قطرة واتركيها، إذا بترجعي بعد سنة بتلاقي القطرة حفرة. شفتي؟ أنا بدي كل يوم استمرار بشكل يومي على هاي المخطط. وبنرجع شوي لقائمة الاتصالات، بس خلصت قائمة الاتصالات الحارة بديهيا بتروحي للدافئة يلي بعدهم. مين اللي بعدهم؟ يعني مثلا لأضرب لك مثال، بنت خالتك اللي صار لك فترة ما شفتيها لا تعتبر حارة، تعتبر دافئة. وصلت؟ طيب خلصنا. طيب ما عاد عندي لا حار ولا بارد، هذا بده أشهر. بعد الاشهر هاي بروح بقى للقائمه، مين هن اللي حلك مين هن؟ والله انا هذا مثلا ماركت قريب من بيتنا بشتري من عنده وما في بيني وبينه علاقه ولا بنحكي معه، بس لكن هو سبحان الله بيعاملني بمعامله ظريفه وانا هذا الانسان برتاح له، فممكن ادله على هذا المشروع. تمام، هذول بعتبره انا وين بالبارده. ولكن اول شيء الحاره، هذا اللي بيقولوا له، يعني مشان نمزح فيها هي نمزح بهذا المصطلح، اللي بيقولوا اطلبني على الموت بلبيك، هي الحاره. تمام، هي الحاره. اذا هي متابعه لحضرتك ست سمر، مدتها ما شاء الله تجاوزت 12 دقيقه. ربي يحفظك ويبارك فيك. انا بنفسي كون مع حضرتك اكثر، ولكن انا هلا عم بعمل سلسله من المتابعه على اللايف مشان الجميع يستفادوا. هذا هو ان شاء الله توجيهات لحضرتك، وعديني انك تقومي بتنفيذها كامله. لا قطع صوتك يا ست سمر، معي صوتك عم يقطع. بقول ايه سمعانك، سمعتيني ست سمر؟ سمعانك ست سمر، سمعتيني؟ انت عندك التغطية في مشكلة، بس غيري ارنتك بالله على السريع بعد اذنك. يبدو انه ما عاد في طاقتي عند الست سمار. طيب بتشكرك، سمعتيني تمام. هلا بدي من حضرتك توعديني بتطبيق الخطوات اللي وصفت لك اياها. تمام، وصلت. ربي يحفظك يبارك فيك وتحياتي لك. السلام عليكم ورحمه الله.